بعد تأخر افتتاحه لأكثر من عام، عادت وتيرة العمل في مستشفى الناصرية التعليمي من قبل الشركة التركية المنفذة. الكهرباء والماء أهم الأسباب المانعة لإكماله. قالت صحة ذي قار إنها اكتملت، وبعد عيد الفطر سيشهد افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى الناصرية التعليمي بين قوسين مستشفى التركي. العمل ابتدى به على وتيرة متسارعة. الشركة الأم اللي مسؤولة عن بناء المستشفى وتجهيزه بالأثاث المتحرك والثابت أخذت على عاتقها أمام أنظار معالي وزير الصحة في الاجتماع يوم 21 من آذار في قاعة المستشفى، أخذت على عاتقها بأن يكمل تسلمنا المستشفى في عيد الفطر هذا الشهر إن شاء الله. مراحل الافتتاح تتضمن عمليات تجهيز وتأثيث لأقسام مهمة بعد افتتاح المرحلة الأولى وتدريب لكوادر الصحة التي تحتاج إلى رفدها بكوادر صحية جديدة لسد النقص في مستشفى الناصرية التعليم الجديد. إن شاء الله المرحلة الأولى هي قسم الطوارئ وقسم الدايلز الكلية الصناعية والمختبرات والاستشاريات والإدارة والقسم الأشعة الإيميجينج بالكامل ما عدا جهاز الرنين، لأنه جهاز الرنين لازم يتكامل المستشفى ويشتغل 24 ساعة، يعني كل خدماته يلا، لأنه إجراءات فنية بجهاز الرنين. يصل إن شاء الله عدة تشغيل المشروع بعد تشغيل المشروع بثلاثة أشهر إن شاء الله. طبية باشرت في شركات الأجهزة الطبية بنصب فتح ونصب الأجهزة الطبية وتشغيلها، الأعمال التكميلية، الأعمال الإنهاءات، أعمال الحدائق، أعمال الإنارة، أعمال التنظيف، كلها تسير وفق يعني برنامج متكامل إن شاء الله. بعد طول انتظار دام 17 عاما لفقدان محافظة ذي قار لمستشفى حكومي بهذه الفخامة، ينتظر الأهالي هنا في ذي قار افتتاح مستشفى الناصرية التعليمي بشغف وحماس، لعله يكون بارقة أمل لمحافظة منكوبة. من داخل مستشفى الناصرية التعليمي هاب الخفاجي، قناة التغيير الفضائية.